ده هيجي واحد بعد إذا كده. إذا افترضنا هذا المبدأ وهو هذا المنهج المتبع لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن في المقابل كيف تكون عادلا وتتمسح بعباءة الدين وأنت تضحي بأرواح بريئة؟ ألم ينهيك الله عن هذا؟ خليك معايا وحنقول عليهم شهداء وبيقاتلوا في سبيل الله، بس خليك معايا. بعد ما تخلص القصة في سوريا دي هيبقى يمسكها خليفة بدل بشار، هيمسكها عميل لأمريكا وهينبطح لإسرائيل، وبعد كده وبعد كده المقاتلين دول إرهابيين وعملاء، واعتقل يا جدع وتنظيم القاعدة وتنظيم الوقفة، واخد بالك زي ما عملوا فين أفغانستان، حاربوا في أفغانستان الخلافة والآخر مسكوها العملاء. فهي النظام بيحشدوا الناس، بيستخدموا الدين لتحقيق أهدافهم، يعني يتم تجنيد الشباب والسيطرة على المتحمس بقى والشهادة في سبيل الله والدين ومش الدين، وفي الآخر بعد ما حقق هدفه هو ما بيطبقش الدين أصلا، أبعد الناس عن الدين معاه. فلا أقول لك إن خطاب التضليل الديني شغال، وربنا قال إن اللي هيقود عملية الخطاب الديني المضلل للشيخ إنك سمع الأحبار والرهبان لأكلنا أمواسنا، ما قالش المطرب ولا قال الرقصين ولا الطبيب ولا المهندس قال رجال الدين. فخطاب التضليل الديني إحنا شغلتنا كإخوة عندنا تراكم خبرات، بنحاول نعمل وعي للناس، ما يضحكش عليك باسم الدين، ما فيش حاجة اسمها الخلافة يضحكوا عليك. طب احنا دلوقتي قالوا الدستور وغزوة الصناديق ولا والدستور الإسلامي ما فيهوش ريحة الإسلام. المادة الثانية في الدستور اللي هي بتقول الشريعة الإسلامية دي حطيتها أنور السادات في دستور 71، ليس للإخوان فضل فيها، ما كانوش خرجوا من السجون. في دستور 71 كان الإخوان لسه ما كانش السادات خرجوا، السادات بدأ يخرجوا من سنة 72، لا آخر واحد خرج 74. ولا السلفيين كانوا جم الخليج ولا ظهروا في سنة 71. بقيت الدستور كله متفصل لخدمة جماعة الإخوان، ما فيهوش حاجة عن الشريعة غير المادة دي اللي السادات حطها. طب المادة الأولى بتقول إيه؟ المادة الأولى حسب فهم السلفيين كفر محض. إيه بقى بتقول إيه؟ الشعب مصدر السلطات، الشعب مصدر السلطات ينشئها ومنه تستمد شرعيتها. يبقى المشرع الشعب، دي عند السلفيين كفر مخرج من الملة. لذلك السلفية الجهادية كفر اللي حط الدستور وبالكفر ليه؟ لأن دول عندهم ما بيعرفوش يعملوا توازنات، ما بياخدوا الحاجة كده، ما عندهمش أفق واسع. فأقصد دول لحضرتك الدستور ما مش دعوة بالإسلام ولكن هو متفصل لخدمة نظام معين وخدمة سياسات معينة. فأقصد لحضرتك أن حشد الناس تحت راية الإسلام وإعادة الخلافة ده من نوع الخطاب الديني المضل. أريد أن أعود لجزئية الخاصة بأن السلفيين بهذه المادة اعتبروها أنها تكفيرية. لا، على 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 فهمهم. أنا بقول لك السلفية الجهادية اللي صرحت إن ده كفر. إنما السلفيين عارفين بس ما بيقولوش لأن عندهم نوع من التوازنات. إنما السلفية الجهادية سياسية. توازنات سياسية. إنما السلفية الجهادية ما عندهاش الحاجات دي. ما عندهاش توازنات سياسية ولا عندها أي حاجة. وما هذا المفهوم الذي تتبعه أو منهج السلفية؟ السلفية الجهادية. السلفية الجهادية هي بتاخد النص بظاهره لأن مفهومش علماء. هما يعني مثلا أقولك على حاجة، لما تجيب مثلا واحد طباخ وتقول له دي كتب الطب، بعد سنتين هيبقى دكتور لو قرا فيها؟ على الإطلاق. شو هما السلفية؟ من الدراسة والتعلم والتجريب. السلفية الجهادية كده بيروحوا يجيبوا الكتب يقروها ويتقالهم إنهم من علماء، واللي هما الغلابة اللي جزار واللي سواق ميكروباص واللي مهندس واللي دكتور، مش تخصص ما بيفهم، مهما يقرأ تلاقيه برضه مش فاهم الشريعة. الشريعة عاوزة علم وعاوز واحد يعيش معاها سنين طويلة يفهم اللغة ويفهم معاني اللغة والأسلوب والكلمات والبلاغة والحاجات دي. هما مش كده، هو بيجي ومفتح كتاب التفسير، اللي يشوفه في كتاب التفسير يطلع يقول، وعلى مبدأ أنه يرى ما هو موجود بمبدأ التفسير. هناك كثير من المفسرين لا علاقة لهم بالدين لأنهم لم يخرجوا من مؤسسة دينية تعلموا فيها منذ الصغر ما هي الشريعة وما هي أحكام التفسير، ولكن أيضا التفسير يقوم به شخص، وعندما يقوم الشخص بالعمل فيخضع لنسبة من الخطأ لأنه بشر
وليس الممارسة بالنبي أو الرسول. الخطأ في الممارسة. نعم. فإذا هذا الخطأ من المفترض أن الشخص يعمل العقل بأنه لا يستجيب للأراء على عوانها، بل يفترض أن يعمل العقل الذي أعطاه الله إياه. إذا يتم سلب عقول هؤلاء الأفراد؟ ما هو مشكلته أن هو سلم عقله لواحد يمشيه ونعتمد على التفسيرات الآخرين، هو يقودني يعني زي غزوة الصناديق. لا، أقصد أنه يعتمد على شريحة معينة وطبقة معينة بحيث يسهل السيطرة عليها قيادتها. يسهل قيادتها السيطرة عليها يعني. طيب نعود لقصة تمرد، وأنها حركة ناشئة لم تتجاوز الشهرين، وعلى الرغم من هذا استطاعت أن تحظى بتأييد شعبي وتحصل على توقيعات بلغت حتى الآن كما يقال 5 ملايين توقيع، وربما تصل إلى 15 مليون توقيع قبل نهاية يونيو القادم بإذن الله. وبهذا هي ترى أنها باستطاعتها أن تسحب الثقة من الدكتور محمد مرسي. هل أنت ترى أن ما قامت به حركة تمرد في المجتمع المصري له تأثير ويدل دلالة واضحة على أن هناك رفض تام من الشعب المصري بهذا الكم لسياسات الدولة وسياسة الدكتور محمد مرسي في قيادة مصر؟ طبعا عايز أقول لحضرتك على حاجة، إحنا قلنا أن الديمقراطية هي ما يراه الشعب، والدكتور مرسي قال لو أنتم مش عاوزوني مش عاوزيني قولوا مش عاوزك همشي، وإذا أخطأت قوموني. سيبك من أخطأ عن قوم، هو بيقول لو مش عاوزوني قولوا لي امشي، فدي حملة بتقول له امشي، يعني دي حملة تمرد، يعني مش من أجل ذلك مش عاوزينك، من أجل كذا مش عاوزينك أو كذا. فدي من ضمن إرادة الشعب، فدي إرادة الشعب، لو وصل 15 مليون فدي إرادة شعبية، فإحنا لا نحجر على إرادة الشعب، ولكن قانونيا هل هي ممكن تغير نظام الحكم أو لا؟ دي أنا ما عنديش عندي من ناحية قانونية. هي ليست بالقانونية وليست لها سند قانوني، ولكن دي إرادة ولكن شعبية، ولكن هي تستند إلى الإرادة الشعبية. إرادة شعبية. طيب هل تتوقع أن يكون هناك رد فعل بالمؤسسة الرئاسية لهذه الحركة؟ يعني هناك بالفعل بدأت اتهامات توجه لبعض الأعضاء بهذه الحركة، ولكن الصدى لدى المؤسسة الرئاسية، هل ترى أن بهذا ربما يعطي لها من المؤشرات ما يدل على عدم رضاء الشعب ولابد أن تغير من سياساتها، أم هم يسيرون باتجاه معاكس باتجاه إرادة الشعب ولا يبالون بما يحدث في الشارع؟ لا، هم الإخوان عندهم خط توافقت مع الإرادة الشعبية بها ونعمة، لم تتوافق هم المشين في خطتهم زي قضيب القطر ما تعرفيش تحويديها لليمين ولا الشمال. فهم عندهم خطة الهيمنة والسيطرة وأخوانة الدولة ووضع كل مؤسسات الدولة من أول رئيس الحي لحد رئيس الوزراء تحت سلطتهم، عشان بعد كده هم مش هيسيبوا الحكم إلى يوم الدين مثلا؟ لا، لحد ما الشعب ما شاء الله مبارك هو. بص عايز أقول لك حاجة، الزعيم أو القائد الذي لا يعي المتغيرات من حوله هيسقط. الشعب أول حاجة أسقط حسن مبارك، فما عادش يخاف من محمد مرسي، حاجز الخوف عند المصريين انكسر. حسن مبارك الظلم شغال من 30 سنة من أول ما مسك. الناس اللي انفجرت في السنة الأخيرة عندما زاد، لا، زيادة الوعي وأول فيسبوك حصل انتشار في الوعي وتوافق وتداخل، فحسن مبارك دفع ثمن زيادة الوعي. لأن أنا كنت مرة قاعد مع رئيس جهاز أمن الدولة قبل الثورة، فبطلب منه الإفراج، أو رئيس النشاط الديني يعني، فبطلب منه الإفراج عن المعتقلين، بقوله الناس بقى لها كتير، ما فيش واحد يعتقل 16 سنة و15 سنة. أنت عندك مشكلة أقوى مننا، أنت عندك 12 مليون شاب متخرج من الجامعة ما بيشتغلش. نعم، إيه هم من دول الثورة؟ ليه؟ لأن الشاب ده مش هينفع تقولوا له وقف بشوية فاكهة على الناصي، مش هيرضى، ولا هات صندوق جزم وامسح وكل عيش وخلاص، ولا يا ابني اطلع في المترو واسرح بشوية نعناع. ده شاب عايز وظيفة معينة، اي نعم ممكن ما تبقاش هي الوظيفة اللي متخرج من اجلها، بس تحفظ له كرامته. معايا؟ هو ما عندوش استعداد يتدنى لمستوى واطي قوي كده. قلت له هي دي القنبلة اللي هتنفجر في وشكم، مش احنا، احنا هبل بنروح نجيب سلاح ونتمسك بيه ونقعد عمرنا كله في السجن. انت عندك بقى ناس مش هبل، هم دول هيوقعوك. قال لي صح، قال لي كلامك صح، وياما بنرفع تقارير بس محدش بيسال فينا. فالشباب ده ما زال موجود، ما خلص مشكلته ما اتحلتش.
أصبح عنده جراءة عن النظام أكتر من الأول، حس بلذة النصر. هي دي المتغيرات اللي الإخوان مش فاهمين، مش هقدروا يسحقوا الشباب ده، مش هقدروا يغلبوهم حتى لو عملوا ميليشيات.